السلام عليكم، مرحبا بلالا مولاتي. اليوم غادي نقترح لكم مجموعه من التشكيلات ديال لي سالون مودرن. مرحبا بكم معنا. كنقترح عليكم هاد لاغام اللي فيها مجموعه من الالوان، وممكن تستعملوها في لي كانابي، وهي كتحتوي على ان ميلونج ديال لي كومبوزيسيون ما بين لو كوتون وما بين لو لان وما بين الفولور، والثمن ديالها كيكون ما بين 300 حتى 400 درهم. الاقتراح الثاني اللي غادي نقترح عليكم هو هاد لاغام اللي فيها مجموعه من الالوان، وهي عباره عن لاتوال كتستعمل في لي كانابي، و لو بري ديالها 100 درهم لو متر. اما بالنسبه للاقتراح الثالث فكنقترح عليكم اون توال فلوتي اللي هي ما بين لاتوال وما بين المبره، وفيها مجموعه من الالوان كيف ما كتشوفوا معنا، وممكن نستعملوها في لي كانابي، في لي فوتوي، وفي لي سيجور. بالنسبه للثمن ديالها ابتداء من 200 درهم لو متر. نمشيو اقتراح اخر، هاد لاغام اللي كتحتوي على مجموعه من الاثواب اللي متناسقه ما بيناتها، مثلا نقدروا نستعملوها في دي بيتي كوسان، في دي اكسسوار، في لي كانابي، في لي فوتوي اوسي. اما الاقتراح التالي فهو المبره اللي ولع لها اقبال كبير، والثمن ديالها 180 درهم لو متر. ودابا غادي نقترح عليكم الاثواب البلديه اللي ضروري خصها تكون عندنا في لي سالون المغربي، مثلا هذا البروكار اللي فيه مجموعه من التشكيلات ومن الوان راقيه، بالاضافه الى المبره اللي كنعرفوها محفره، وفي الاخير كاين هذا المبره مطروزه اللي فيها مجموعه من الالوان. ممكن الاختيار الالوان ديالها كيكون سهل. وفي الاخير مرحبا بلالا مولاتي، وكنخليكم باش ديروا جوله في المحل ديالنا. مرحبا. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.